السلام عليكم، ازيكم يا باشمهندسين؟ اخبار؟ اتمنى تكونوا بخير ان شاء الله رب العالمين. اتمنى تكونوا يعني ان شاء الله من درجاتكم الترم برضه بيتهيألي كانت الحمد لله كويسه يعني، فاتمنى ان الدنيا تكون معاكم في سيجنالز ما فيهاش مشاكل باذن الله، وبرضه يبقى نفس الكلام كده في الفاينل. بيتهيألي زي ما انتم شفتوا كده في الترم اللي ما كانش فيه حاجه جايه بعيد عن المحاضرات والسكشن يعني وكده، كانت كل الاسئله تقريبا من المحاضرات والسكشن، مفيش حاجه غريبه يعني في كده يعني، إيه مفيش حاجه خزعبليه او مسائل يعني بتيجي من يعني الريفرنس حلو وكل حاجه من باب ان هو تمشيت ايد وكده يعني، بس يعني في الاخر الدنيا يعني برضو ايه قريبه من الكلام اللي بيتقال في المحاضرات والسكشن. فبالتالي برضو ان شاء الله من الفاينل باذن الله هيكون كده يعني، إيه يعني اتمنى برضو الناس تكون مخليه بالها من الكلام اللي الدكتور محمد فتحي دايما بيقوله، لان دكتور محمد فتحي في الاخر في الفاينل يعني هيسال في كل حاجه حرفيا هو كان بيقولها، فهو بيستيك اللي هو بيقوله، بس يعني هو بيسال في كل حاجه حرفيا، فما تبقاش سايب حاجة أنت مش فاهمها، أو ما تبقاش سايب حاجة أنت يا دوبك فاهمها نص نص أو كده. لو في حاجة يعني اسأل يعني دور اسأل يعني ابعت لي على الماسنجر، مفيش مشكلة يعني. إن شاء الله من المرة الجاية أو الفترة دي يعني من دلوقتي لحد الفاينل إن شاء الله هتكون ريسبونسيف أكتر من قبل كده يعني. إن شاء الله رب العالمين. خلينا بقى نبتدي نبص على السكشن بتاعنا بتاع المرة دي، ده هنتكلم على إيه؟ إحنا في السكشن ده هنتكلم عن الفورير سيريز. الفريير سيريز دي حاجه بتبقى دايما مربوطه بالبريدكت سيجنالز، يعني الاي بريدكت سيجنالز بقى بتكون ليها فريير ترانسفورم. فهي بقى الفريير سيريز دي بيبقى عباره عن بير، يعني حاجه فيها بتجيب الاكس اوف ان اللي هي بعبر عن الاكس اوف ان اللي هي السيجنال بتاعتي ذات نفسها بمجموعه من الاكسبوننشالز، وفي البص الثاني بقى في الفريكونس دومين ان الكومبوننتس دي ممكن اجيبهم عن طريق ان انا ايه عملت ويت لكل تايم سامبل بحاجه معينه باكسبوننشال معينه وجمعتهم برضه جبتهم في الاخر الاي كي ده. فده بيسموه اللي هو الفريكونسي سبير، يعني ده واحد فيهم بيوديني برجع منه للتايم دومين، واحد فيهم بروح بيه للايه للفريكونسي دومين. في الحقيقه فوريير لما عمل البير بتاعه ده هو ملوش اثبات، يعني هو نفسه ما ثبتش ولا حد يقدر ينفي او يثبت هو الراجل ده عمل ايه، او يعني الكلام ده يعني هو بس هو كل اللي عمله قال ان انا والله ممكن اعمل اكس في ان بكذا والاي كي بكذا، ولو عندك غير كده قول، يعني لو تقدر تقول عليا ان كلامي غلط قول، او لكن هو ما فيش حاجه اثبات او يعني حاجه معينه خلت مثلا واحد كان بيدور في حاجه معينه فلقى نفسه مش اللي كده، لا هو الراجل عبر عنهم بالكومبلكس اكسبوننشالز دي وبس، وقال لك لو تقدر تقول يعني ما فيش اثبات معين ادى لكده، بس هو قصدي ان هو لو تقدر تقول ان انا غلط فوريني يعني. في الاخر الدنيا بتلند نفسها للي هو بيقوله ده لمجموعه كبيره من السيجنالز، يعني المجموعه كبيره مش كل السيجنالز ممكن تتحط على الصوره دي، حتى مش كل البريودك سيجنالز ممكن تتحط على الصوره بتاعت الفريير سيريز دي، في بعض الحاجات بيبقى فيها ديسكونتينيوتيز وحاجات زي كده فبتعمل مشاكل، بس يعني ايه كل السيجنالز اللي عندنا في المنهج او اللي احنا انترستد بيها كعلم الكوميونيكيشن والالكترونكس وكده، يعني هتلاقي ان الدنيا عادي ما فيهاش مشكله ان انت ممكن تعبر عنها بمجموعه من الاكسبوننشالز ويت الاكسبوننشالز، يعني سواء بقى الريكت والسينك والحاجات اللي هي اللي احنا بنهتم بيها دايما يعني دي. قصدي يعني الريكت في السينك دي نتيجه يعني، بس انا قصدي ان هو ان الحاجات اللي احنا بنهتم بيها بتعرف ترجع بيها عادي، توديها للفريكونس دومين وترجعها من الفريكونس دومين لو هي بريودك بالفريير سيريز، لو هي بريودك بالفريير ترانسفورم عادي، ومش مهتمين بالحاجات اللي هي الايه فيها ديسكونتينيوتي، الحاجات اللي هي مش مهتم الحاجات دي احنا مش مهتمين بيها، الحاجات دي اللي يهتم بيها الناس بتوع رياضه يعني. احنا الدنيا بتاعتنا ماشيه عادي مفيش مشكله يعني. طيب بالنسبه بقى للبروبرتيز بتاعت الفري سيريز دي، فهي ليه مجموعه من البروبرتيز من ضمنها البريودستي، البريودستي اللي هو الاي كي بيساوي اي كي بلس وماينس ان، الان دي نفس البريودستي بتاعت التايم دومين، يعني لو التايم دومين سامبلز بريودك بان فبرضه ده هيخلي في الفريكونسي دومين الكومبوننتس بتاعتها بريودك بان برضه، يعني مثلا لو حاجه بريودك مثلا ب 10 ولا حاجه يبقى اي 1 هو اي 10 هو 11 اصلا، هو ايه برضه 21 وهكذا، لان هم بيكرروا نفسهم بالاي بلس ماينس ان يعني. برضه من الحاجه الثانيه من البروبرتيز اللينياريتي، مثلا اللينياريتي يعني ايه؟ ان انا لو عندي مثلا اكس اوف ان ده الفريير سيريز بتاعته اي كي، فبالتالي لو هي كان عملت له سي اكس اوف ان هيبقى سي اي كي، وبرضه في بلس لو عملت واي ان كانت ليها دي كي فبالتالي هتبقى دي واي اوف ان هيبقى دي بي كي، وده جاي بسبب ان هو في الاخر ان انا لو انا بروح للاي كي دي عباره عن ان انا بس بعمل سبمشن للاكس اوف ان او الحاجه بتاعتي، فبالتالي لو كان في اي كونستنت ولا حاجه هيطلع بره الدنيا هتفضل تمام وتدرب بس في الاي كي، ولو جمعت برده هيبقى نفس الكلام ويبقى برده الجمع شغال معايا عادي مفيش اي مشكله يعني.
طيب إيه بس الكلام ده طبعا جيفن ان ايه، جيفن ان الاكس اوف ان واللاي اوف ان هما الاثنين بريدكت بنفس الحاجه عشان يبقى ليهم نفس الاوميجا نود اللي هي 2 باي ار ان، ويكون ليهم نفس ال 1 اوفر ان، ويكون هو نفس السمشن من ان 0 لحد ان كابيتال ماينس 1، عشان ينفع ان انا اقول ايه ساعتها ان هما جمع حاجتين فبالتالي قسمهم لحاجتين معينين اللي هو اللي ساعتها السي اي كي والدي بي كي يعني. فلازم يكونوا بريودك بنفس البريود اللي هي الان كابيتال. طب لو هما مش بريودك بنفس البريود الكابيتال الان كابيتال، ساعتها غصب نجيب ندور لهم على حاجه هما الاثنين مشتركين فيها وكده يعني، مثلا لو حاجه مثلا باثنين وحاجه باربعه خلاص ناخد الاربعه بحيث ان هي تشتغل على الاثنين تشتغل على الاربعه وهكذا، زي ما كنا بنعمل قبل كده في الجزء بتاع ان احنا نشيك البريودستي بتاعت حاجه يعني. فلو نوت ذا سيم بيريد يبقى جيت 1 كومن بيريد ان فور الاثنين يعني. تمام. طيب البروبرتي اللي بعدها لو احنا بنتكلم مثلا عن تايم شيفت، تايم شيفت اللي هو ان انا بقول اكس اوف ان ماينس ان نود، تمام؟ بدل ما كانت اكس اوف ان بقت اكس اوف ان ماينس ان نود، عملت لها تايم شيفتنج، يبقى ده كده ساعتها هيترجم للفريكونسي ايه؟ هيترجم على طول ان انا كده بالنسبه لي كان بقى في فرق في الفيز، صح؟ يبقى كده ان كان اي كي بس خلو فيز اللي هو اي باور ماينس جي كي اوميجا نود ان نود. هنلاقي الاوميجا نود اللي هي العاديه 2 باي اوفر ان، حاجه معتمده على ان الاي كيز برضو اللي هي يعني حاجه معتمده على اللي انا بريودك اصلا بكم سامبل 2 باي اوفر ان، والكي دي علشان كل سامبل تاخد الشيفت غير اللي بعديها يعني، كل واحده تكون متغيره عن اللي بعديها عشان الدنيا تبقى بروجريسيف عادي. والان نود ده مقدار بتاع قد ايه انا اتاخرت في التايم، فده ترجم لي قد ايه تاخير في الفيس ماينس دي. نلاحظ ان هم هيبقوا سيم ساين يعني في الاخر، لو انا عندي هنا اكس ان ماينس ان نود يبقى ده كده بالنسبه لي اي باور ماينس جي كي ان نود، وده منطقي. إيه لو جينا بقى للبروبرتي اللي بعدها ان احنا بنقول فريكونسي شيفت، الفريكونسي شيفت ده يعني انا ضربت اصلا في اكسبوننشال، انا كان عندي اكس اوف ان هنا وانا ضربتها في اكسبوننشال اي باور جي ام اوميجا نود ان، تمام؟ ده يترجم على طول لايه؟ ده يترجم على طول ان انا عملت في الفريكونسي كومبوننتس بتاعت اللي هي الاي كي بقت عمل لهم شيفتنج، بقت عمل لهم شيفتنج بمقدار الام، وده منطقي لان هو ان انا ضرب في الاكسبوننشال زي لو انا كنت بضرب في كوساين او بضرب في ساين، ما هي عباره عن اكسبوننشالز، فانا كنت بنقل دايما هنا وبنقل هنا لما كنا شغالين قبل كده يعني في الكونتينوس. فهو نفس الكلام في الديسكريت ان احنا برضه هننقل الكومبوننتس بتاعتنا بدل ما هي كانت اي كي بقت اي شيفت بمقدار الام ده، فبقت اي كي ماينس ام يعني. فلو كانت كوساين او ساين فهتبقى اي كي ماينس ام واي كي بلس ام، فتكون شيفت في الناحيه دي والناحيه دي زي ما كنا بنعمل عادي في الايه في الكونتينوس بالظبط. بس نلاحظ ان هنا ده كده في ديفرنت ساين يعني، في ماينس كده جاي بسبب طبعا ان ايه ان في الاخر ان في واحده من هنا كانت واخده ماينس ساين والثانيه كانت لا، فبالتالي هتلاقي ان في واحده فيهم سمعت بان بقى في ماينس والثانيه لا يعني غيرت ولا، فدي كانت سيم ساين لكن دي ديفرنت ساين. بعد كده مثلا بنشوف برضو ايه النقطه اللي بعد كده اللي هي تايم ريفرسال. تايم ريفرسال لو انا كان بدل ما انا كنت ببص لو يعني لو الاكس اوف ان كان لي اي كي فالاكس اوف ماينس ان لي اي ماينس كي، برضه دي سهل ممكن تثبت بان انا لو رجعت فوق عوضت بس بالاي بدل الان ماينس ان يعني. طيب لو انا عندي الاكس اوف ان بتاعتي ريل اند ايفن، فكده انا هلاقي ان الاي كيز بتوعي برضه هيبقوا ريل اند ايفن، فهو بيحافظ على الموضوع يعني ان لو ريل ايفن هيفضلوا ريل ايفن عادي، ودي بروبرتي مهمه يعني هتستخدم في حاجات كتير في المسائل. لو الاكس اوف ان بتاعتي بقى ريل اند اود فده كده معناه ان الاي كيز بتوعي هيبقوا ايه؟ هيبقوا ايماجيني اند اود، تمام؟ موضوع ان هم يعني خليها بعدين عشان دي حاجه ادفانس شويه، ان موضوع ان الاود دي منطقيه وان ايفن دي منطقيه يعني، بس ما علينا دلوقتي من النقطه دي. الفكره ان هم لو هم بس ريل اود هيبقوا ايماجينري اود، ولو كانوا ريل ايفن هيبقوا ايه؟ هيبقوا ريل ايفن. طيب وبالتالي الريل سيجنال بتاعتي لو انا مثلا عندي الاكس اوف ان ان هي ليها اي كي، فده كده معناه ان الاي ماينس كي هو اي كي كونجمنت، لو احنا بالنسبه لنا ان الاكس اوف ان دي ريل يعني، تمام؟ بارسيفال ريليشن من هنا يعني كده، من هنا استنتجنا بعد كده ان احنا ايه، ان احنا ممكن إن لو هي ريل ايفن هتبقى كده، ولو هي ريل اود هتبقى كده، تمام؟ جنب طبعا لو اللي هي جنب المعلومه بتاعت لو انا ريل لو انا ايفن فيبقى الاكس اوف ماينس ان هيبقى اكس اوف ان هو، ولو انا اود يبقى اكس اوف ماينس ان هو ماينس اكس اوف ان وهكذا. بعد كده البارسيفال ريليشن، بتقول ان انا ممكن ابص للباور، ان انا ابص للافرج باور بتاعتي، ان انا ابص عليها من التايم دومين او ان انا ابص عليها من الايه؟ من الفريكونسي دومين. فهي بتقول لي انا في التايم دومين انا ممكن اقول ان انا ايه 1 اوفر ان في السيجما من ان على البيريود اللي ماجنتيود بتاع الاي الاكس اوف ان سكوير، ده كده ببص عليها في التايم دومين. لو بص عليها في الكونس دومين فانا كده بجمع بس يا دوبك الاي الاي كيز عند كل حاجه سكوير، وده منطقي لان الاي كي اصلا بيعبر عن ايه؟ هو بيعبر عن الباور الموجوده عند الفريكونسي المعين، فبالتالي خلاص هي دي اصلا الباور الموجوده هناك، فبالتالي انا لو جمعتهم سكوير يعني هو بيعبر عن زي ما تقول كانه الفولتج اللي موجود هناك، فلما اعبر عن اجيب سكوير
طيب انا كده جمعتهم، وطبعا الريزيستنس اللي احنا ما بنقسمش عليها دي، لان احنا دايما بناخد ان اوكي انها بتاعتي ايه بوند اون يعني. فدي كده بصيت لها بصه تايم دومين، دي بصيت لها بصه ايه فريكونسي. طبعا دي بيبقى احيانا ليها مزايا ودي بيبقى ليها مزايا. دي بيبقى ليها مزايا قال لي بالكلام كده، لما اكون مثلا عايز ابص على حاجه سواء بقى ديسكريت او كونتينيوس، لما اجي احسب الحاجه من التايم دومين ببقى انا غالبا مهتم بالتوتال بتاع الحاجه، عشان يعني لو انا عايز اعرف الباور الافريج باور اكزاكتلي بكام هحسبها من التايم دومين، لان يعني ساعتها انا يا اما من هنا سامبلز معايا فاربحها وخلاص، يا اما ايه يا اما طبعا الكلام ده بيبقى مور ابليكابل لو في التايم دومين يعني، يا اما بيبقى معايا مثلا ويف فورم ولا حاجه بجيب مثلا اللي هي الانتجريشن بتاعها سكوير، يبقى انا كده ايه واسم طبعا على البيريود، يبقى انا كده جبت الايه يبقى جبت الافريج باور بتاعي. بروح بقى للفريكونسي دومين لو انا مهتم اكتر بفاندمنتال مثلا كومبوننت، او لو انا بدور على تي اتش دي او كده، فبالتالي انا بشوف الفاندمنتال كومبوننت بتاعتي الباور بتاعتها عندها بكام، وعلى هذا الاساس بقرر ان السيستم بتاعي ده والله كويس ولا لا. والله لو هو لينير والدنيا تمام، وان انا الفريكونسي الانبوت اللي انا مدخلها لقيتها عند الاوتبوت برضه توتال باور اغلب الباور موجوده في الفاندمنتال كومبوننت اللي انا عايزه ده، دي حاجه كويسه اقدر اقيس ان احكم على السيستم بتاعي انه كويس. لو هي بقى بتليك الباور بتليك وتروح للهارمونكس مثلا، فبالتالي دي هتبقى حاجه مش كويسه بالنسبه لي، وده معناه ان السيستم بتاعي مش لينير قوي، فبالتالي انا ايه بالتالي كده هيبقى عندي تي اتش دي مش كويس يعني، او بمعنى صح ان الايه ان السيجما دي هلاقيها مش متركزه في الفاندمنتال كومبوننت، وبالتالي ده كده بستفيد منه اكتر في النقطه دي الفريكونسي كومبوننت فريكونسي دومين يعني. برضه النقطه الثامنه بقى دي مش بروبرتي ولا حاجه، بس دي بقى ايه دي برضه محتاجه في حل المسائل، ان انا بالنسبه لي زي حاجه زي اوتبوت بيساوي زي انبوت في ايه حاجه تبع الايه السيستم. ببساطه البي كي يعني كاني بقول الكومبوننت عند الفريكونسي كي، طبعا كي يعني كي اوميجا نود يعني، هي الكومبوننت اللي كانت عند اي كي تمام، كي اي كي اوميجا نود برضه في الاتش اللي هو الفريكونسي ريسبونس بتاع السيستم عند كام عند كي اوميجا نود برضه. هنلاقي ان احنا في الترانسفورم بنعبر عن الحاجه بنحب نهتم نكتب يعني الحاجه اتش اوف جي اوميجا نوت، او نيجي بنحب في السيريز نكتبه يعني از يو لايك، انت حابب تكتبه اتش اوف اي باور جي كي اوميجا نوت، ولا تحب تكتبه اتش اوف جي اوميجا نوت على جي كي اوميجا نوت او جي اوميجا، يعني هي يعني مش فارقه، المهم تبقى عارف تعوض فين يعني. طيب دلوقتي اول سؤال في الشيت، فده كده اول سؤال في الشيت ده هتلاقي ان هو في رياضه كتير وكده، ففي الاخر مش شايل عينه من الحاجات اللي بتيجي يعني، دي الرياضه بس يعني، الموضوع كله عمال تجمع بس في الاكسبرينشنز وبتاع. فخلينا نروح للسؤال الثاني. السؤال الثاني بيقول ايه؟ السؤال الثاني بيقول الاكس اوف ان بيساوي لو انا عندي دلوقتي حاجه بريودك والبريم بتاعتها 4، لو حاجه بريودك والبريم بتاعتها 4 اللي هي اللي قدامي زي ما قدامي كده، ان انا عندي مثلا هنا كده سيجما من ام بيساوي ماينس انفينيتي لانفينيتي ل 4 دلتا اوف ان ماينس 4 ام بلس 8 دلتا اوف ان ماينس 1 ماينس 4 ام. اولا عرفنا ازاي انها بريودك والبريم بتاعتها 4، احنا اولا احنا ممكن اولا نبدا نحط قيم ان ب 0 ان ب ان ب 1 ونبدا نبص كده الدنيا بايه، وبعدين هيبقى معروف يعني ان غالبا بيكون الرقم الوقف اللي جنب الفاريبل اللي بعمل عليه السبمشن ده هو ده بيبقى ده هو ده الايه اللي انا ببريودك عليه يعني، فبالتالي دي هتبقى بريودك ب 4. بس المهم نلاقي بقى ان انا عندي السامبل الاولاني دي هنا كده 4 والسامبل الثاني دي كده عامل ايه 8، ودي كده دي 4 ودي 8 وهكذا، بعد كده انا عندي هنا ده كده ايه ده كان عندي 0 وده كده عند 4 وهكذا تمام. الان بتاعتي ب 4 دي اهم حاجه ان انا احددها، ان الان بتاعتي ب 4 فبالتالي الاوميجا نوت بكام 2 باي على ان اللي هي باي اوفر 2، 2 باي على 4 اللي هي باي اوفر 2. طيب لو انا كده عايز اكتب الاي كي بتوعي اللي انا عايز اعبر يعني، هو كان السؤال بيقول ان انا قدامي الاكس بان كده فعبر لي عن الاي كيز يعني، فبالتالي الاي كي هي ايه 1 اوفر ان سيجما من ان في 0 لحد ان كابيتال ماينس 1 اكس بان اي بار ماينس جي كي اوميجا نوت ان صح؟ يبقى الاي كي بايه؟ الاي كي ب 1 اوفر 4 سيجما من ان في 0 لحد 4 سيجما من ان في 0 لحد سيجما من ان في 0 لحد 3 معلش دي غلطه. للاكس اوف ان اي بار ماينس جي كي باي اوفر 2 ان لان الاوميجا نوت بكام؟ بباي اوفر 2 تمام؟ فبالتالي يبقى الاي كي بكام 1 اوفر 4، واول سامبل اللي هي الاكس اوف 0 عادي اللي هي ب 4 دي تمام، بعد كده ب 4 بلس اكس اوف 1 اي باور ماينس جي كي اوميجا نود. الاكس اوف 1 بكام؟ اكس اوف 1 ب 8 صح؟ اي باور ماينس جي كي اوميجا نود اللي هي اي باور ماينس جي باي اوفر 2 كي تمام؟ حلو، يبقى انا كده بقى معايا كلوز فورم للاي كيز، فبالتالي ارجع اعوض بقى عند الزيرو يطلع لي اي نود بكام؟ ب 3 لما عوضت هنا يعني، ليه؟ لان طلع ده كده بايه؟ ده كده خلاص بقى كده 8 زائد 4 8 زائد 4 12 على 4 3 A1 جيت عوضت عنه طلع ب 1 ماينس 2 جي A2 ماينس 1 الاثنين دول انا كنت متوقع ان هم الاثنين هطلعوا ريل، لان ببساطه انا عندي الان ايفن اللي هي ب 4 وبالتالي انا كده متوقع لما الان بتكون ايفن بيطلع لي ان في اثنين يعني اثنين من الكوفيشنز بيطلعوا ريل، واحد فيهم بيبقى اكيد الاي نود لان ده بيعبر لي عن دي سي وانا بتكلم عن اكس وان اصلا كده كده هي ريل سيجنال،
ولان واخد الفيز لما كنت شفته في المحاضره اللي هي الدايره دي اللي بيبقى عندي اول حته فيها تبقى زاويه زيرو اصلا، فبالتالي ما بيبقاش ليها فيز. وبرده لما بيكون ان ايفن فبالتالي بيكون الايه بيكون الـ عند ان عند ان اوفر 2 ده بيكون موازي لزاويه باي او ماينس باي، فبالتالي بيكون الكلام ده على الدايره برده ايه حاجه بتبقى ريل بس بالايه بالماينس يعني. فA2 طلع بماينس 1 اهو. بعد كده A3 بقى، A3 كان ممكن ما احسبوش اصلا لان الـ A3 هو عباره عن ايه؟ A3 هو عباره عن A ماينس 1. ليه؟ لان هي بيريودك باربعه، فبالتالي هي A3 ماينس 4 اللي هي A ماينس 1. A ماينس 1 ده اللي هو الايه؟ اللي هو A1 كونجكت صح؟ ليه انا قدرت اقول A ماينس 1 هو A1 كونجكت؟ انا بتكلم على ريل سيجنال اكس اوف ان قدامي ريل يعني ما فيش اي مشاكل. بالتالي يبقى A ماينس 1 بيساوي A1 كونجكت، فبالتالي بيساوي 1 بلس 2. لو برضه حسبته من هنا ممكن تعمل 1 بلس 2. طبعا في الحاجات اللي زي كده ما اعرفش الناس كلها فاميليار بالكالكوليتور، انت ممكن تكتب له اكسبريشن زي 1 اوفر 4 4 بلس 8 اي باور ماينس جي باور اوفر 2 كده، وتقول له كالك عند الكيب كام يعني، وهو يعني تقول له مره تديله الكيب مره في 0 و1 و2 و3 هو هيحسبهم لك على طول. الاي باور دي ماينس جي باور اوفر 2 كده، لو يعني لو في حد ما يعرفش، مش عارف الناس كلها تعرف الموضوع ده ولا لا، بس المنظر ده احنا ممكن نعبر عنه في الكالكوليتور ان احنا نروح لل يعني نكون شغالين في الكومبلكس يعني اللي هي بندوس اللي هو سيت اب او مود يعني من غير ما ندوس شيفت وبعد كده مايلين لكومبلكس، وبعد كده تبقى لو انت عايز تكتب حاجه يعني بالمنظر ده كده بتقوم كاتب مثلا الرقم اللي هو حتى لو هي واحد تكتب برضو الواحد، لو 8 هنا مثلا تكتب 8 وبعد كده تكتب شيفت اللي هي رمز الزاويه ده اللي هو برضو اللي هو رمز الاي في الالفا يعني، او اللي هي بيبقى عليها ماينس الصغيره دي، وبعد كده تقوم مديله الرقم اللي انت عايزه، بس طبعا لازم الرقم ده تديله بالراد يعني تمام. بس ده لو يعني واحد ما بيعرفش يعني يحط النقطه دي، بس دي نقطه عامه يعني. بس طلع لنا في الاخر ان ايه كده كده جبنا الكونفشنز اللي كان مطلوب. برضه قال ايه نوت ب3 ده كان ممكن من الاول خالص يتجاب من الاشكالات اللي احنا كنا بنحسبه من الاكسبريشن ده يعني، بس ده تاكيد برضه لان الاي نود هو الايه هو الافرج بتاع السيجنال بتاعته صح؟ فبالتالي الافرج بتاع بريدك سيجنال هو الافرج بتاع السيجنال بتاع 1 بريد من السيجنال، فبالتالي انا عندي من اللي هو من 0 1 2 3 ده كده، لو انا جيت اجيب الافرج بتاع الناس دي هيبقى بكام؟ يبقى انا بقسم على كام؟ بقسم على اربعه، لان هو 1 2 3 4 4 سامبلز، بقسم على اربعه واجمع الاربعه والثمانيه دي، فيبقى بالتالي ايه؟ يبقى انا كده 8 زائد 4 اللي هي 12، 12 على الاربعه فيها الثلاثه اللي هي العاديه. نفس اللي حصل هنا، لان ده اصلا بياخد الفيس شيفت بتاعه ساعتها بيبقى بزيرو، وكل لو كان في كذا ترم تاني كلهم بياخدوا الايه الفيس شيفت بتاعتهم كلها بتجيب واحد يعني، عشان كده بنجمع الايه؟ الفاليو ساعتها بنقسم على عددهم يعني. ما علي. طيب السؤال اللي بعد كده بيقول لي هنا ايه؟ بيقول لي ان انا عندي هنا دلوقتي لو الاكس اوف ان وكذا بارت يعني، فالبارت ايه منه بيقول لي الاكس اوف ان بيساوي 1 بلس ساين 2 باي اوفر ان ان بلس 3 كوساين 2 باي اوفر ان ان بلس كوساين 4 باي اوفر ان ان بلس باي اوفر 2. طبعا في الحاجات دي كلها الفيس شيفتس بتاعتي يعني ايه مش بتاثر في البريود زي ما احنا عارفين قبل كده، بس هتاثر لي بعد كده في الكونفشنز يعني. وانا دلوقتي عايز ابص على الايه؟ ال1 طبعا ده دي سي، ما فيش حاجه اسمها بريود كده، لا هو طول الوقت ما بيضايقنيش يعني. الترم الاولاني ده البريود بتاعته ان عادي 2 باي اوفر ان، الترم ده برضه البريود بتاعته ان عادي 2 باي اوفر ان، الترم ده هو 2 باي اوفر يعني ده البريود بتاعته ان على 2 عشان هو 2 باي على ان على 2 يعني، فبالتالي هو ايه بريودك البريود بتاعته ان على 2 تمام كده. لو انا عندي حاجه بريودك البريود بتاعتها ان وحاجه ثانيه ان وحاجه ان على 2، يبقى انا التالي لازم اخد ان البريود بتاعتي تبقى ان كابيتال علشان ساعتها اضمن ان هم ايه اللي كده واخدهم كلهم مع بعض صح؟ فبالتالي والاوميجا نوت بكام؟ 2 باي اوفر ان بتاعتي. اجي اعبر تاني بقى عن افك السيجنال بتاعتي دي هنا كده، لو هيكون في ساين او كوساين او كده لازم نفكها في الاكسبوننشالز ونشوف هي تبقى عامله ازاي، دي اسهل طريقه ان انا احسب بيها الكوفيشنز يعني. قلت لي اكس بين بيساوي 1 بلس 1 اوفر 2 جي، خلاص الساين بتتفك 1 اوفر 2 جي في الاكسبوننشال ماينس الاكسبوننشال بالماينس اي باور اي باور جي 2 باي اوفر ان ان ماينس اي باور ماينس جي 2 باي اوفر ان ان بلس 3 اوفر 2 دي اللي هي بتاعت الكوساين 3 ونص جي بسبب فكره الكوساين، والاثنين اكسبوننشالز بالبلس، بعد كده بلس نص لان الكوساين يجيب لي نص اي باور اي جي وكل الاكسبريشن اللي كان موجود جه هنا وهكذا للايه للترم الثاني. لو جيت اجيب ببص على الاي نود، الاي نود ده اللي هو الاي نود ده اصلا اللي هو الدي سي تيرم صح؟ فبالتالي انا عندي ان ده ما فيهوش دي سي، دي ساين دي برضه كوساين ما فيهاش دي سي، الافرج بتاعها زيرو وده برضه الافرج بتاعه زيرو، يعني ما بقاش فاضل لي غير حاجه واحده بس اللي هي الافرج اللي هي واحد، فبالتالي الاي نود اللي هو الافرج بتاع السيجنال دي اللي هو بايه؟ بواحد تمام؟ اي 1 بقى اللي هو ايه؟ اي 1 ده اللي هو الكوفيشنت بتاع الاي 1 ده اللي هو ان انا ابص على اي باور جي 1 اوميجا نود ان واقول ان هي دي الكوفيشن بتاعتي، فبالتالي جيت ابص هنا لقيت ايه؟ لقيت ان انا عندي اي باور جي اوميجا نوت اللي هي 2 باي اوفر ان ان بتاعتي دي، واقفه جنبها كوفيشن كام؟ 1 اوفر 2 جي، فبالتالي كتبته هنا 1 اوفر 2 جي اهو، والناحيه الثانيه نفس الاكسبلينشن دي واقف جنبها ايه 3 اوفر 2، فبقى في اي 1 بيساوي 3 اوفر 2 بلس 1 اوفر 2 جي تمام، ده اللي هو اي 1. طب اي ماينس 1، اي ماينس 1 ممكن يتجاب بمجرد نظر من هنا او لان هو كده كده الاي 1 كونجكت، فبالتالي بيساوي 3 اوفر 2 ماينس 1 اوفر 2 تمام. الاي 2
ال A2 ده بكام؟ ال A2 ده برضه نفس الكلام، هبص على اللي واقف جنب منه. ال A2 بقى انا يعني انا خدت جزء من دول اللي كان موجود هنا في الحته دي، كان في جزء موجود هنا صح؟ لان هما الاثنين دول كانوا هما الاثنين ليهم نفس الايه؟ نفس الاكسبوننشالز، يعني انا دوبك بس لمينا الايه؟ الترمز اللي واقفه جنب منهم. انما لما نيجي بقى هنا ده كده ده A2، ليه قلنا ان ده A2؟ علشان هو 2 باي اوفر ان ان صح؟ فبالتالي ده كده كانه 2 اوميجا نوت ان. فده كده يبقى A2. A2 بقى طلع بكام؟ اي باور جي باي اوفر 2 دي اللي هي جي صح؟ يبقى اذا جي على 2 ده الاي 2، الاي ماينس 2 ده هيطلع ماينس جي واقف جنب الاكسبوننشال، فبقى ماينس جي اوفر 2، وهي هي برضو الكونجكت بتاعه. تمام كده؟ بقيه الاي كيس بزيرو، ولازم تقول ان بقيه الاي كيس بزيرو. تمام؟ عامة يعني يعني بأي حاجة بعد ما تطلع الباقي الكوفيشنز بتاعتك تقول ان الباقيين بصفر. تمام؟ لان انت عندك هنا البي بتاعتك ان، فبالتالي يبقى انت عندك ان كوفيشنت، فالان كوفيشنت دول زي ما يجوا بقى، بس يعني الان دي زي ما يكون عددها، بس انا قصدي على الفورم دي كده لو هم ان كوفيشنت فانا عندي منهم بس الاي نود والاي 1 والاي ماينس 1 والاي 2 والاي ماينس 2 وبس، على كده بقيه الكوفيشنز كلهم هيصفروا. ده طبعا جايب سبب ان دي ساين ودي كوساين، فبالتالي هم تونز بس يعني، فده عشان كده ده اللي خلى في الفريكونسي ان هم يبقى ايه نقط معينه كده بس. ما علينا. طيب السؤال اللي بعديه بيقول ايه؟ السؤال اللي بعديه بيقول ان انا لو عندي اكس اوف ان بيساوي ساين 2 باي اوفر 3 ان كوساين باي ان اوفر 2، الكلام ده بيساوي كام؟ بيساوي برضه في نقطه عابره كده يا جماعه، يعني 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 الناس تحاول، يعني ما اعرفش ازاي بصراحه، بس يعني يا جماعه الناس تحاول يعني تشتغل بال يعني تتعود على الكالكوليتر او تبقى فاميليار بالكالكوليتر اكتر من اللي هي من اللي هي فيه. يعني قصدي مثلا ايه، يعني في حاجات يعني في حاجات ممكن تعملها كده حتى لو انت ما بتعرفش تعملها بالعادي، يعني مثلا سيجما مثلا زي اللي هي اللي كانت موجوده في في الترم دي اللي هي كانت في الاخر درجه السؤال بتاعتها شلناها دي علشان كانت بعض الناس مش ظاهر الاتش اوف ان بكام، اللي هي كانت سيجما ان في الفا باور ان من سيجما من ان بزيرو او من واحد لحد عدد كبير صح؟ لو واحد ما بيعرفش اي حاجه خالص ممكن يحط السمشن على الكالكوليتر ويحله، يعني بغض النظر ان السؤال اتشال، بس قصدي انت ممكن حتى لو انت مش عارف ان هو الفورمولا بتاعته في الاخر بتبقى اللي هي ار على ار ماينس ار كل سكوير ده، فانت ممكن تحطها يعني تجيبه من الكالكوليتر عادي، تقوم حاطط البتاع ده وتحط السمشن من اي حاجه وخلاص، حتى لو هي اب تو انفينيتي ما انت معاك الكسر اللي هو واحد على اللي هو الفا باور ان، ده بينزل جامد، فبالتالي خلاص سفشنت ان انا احط مثلا الرقم اللي هو الاب تو انفينيتي ده مثلا ب 15 ولا حاجه، هلاقي بالنسبه لي ممكن اتشيك ان الفراكشن ده صغير قوي، فهلاقي خلاص ان الدنيا مشي. يعني يعني دي مثلا حاجه، يعني في حاجات تانية برضو كتير، في حاجات كان ممكن تتعمل بالكتير، يعني مثلا البريودستي برضو ما فيش اي مبرر ان واحد ممكن يغلط لا قدر الله في سؤال بريودستي، لان حتى لو انت بعد ما انت جبت البريودستي يعني بايديك كده انت ممكن تروح للكالكوليتر وتقول له تيبل وتقوم حاطط الاكسبريشن بتاع الساينات والكوساينات مثلا او المجموعه او حاجه، وتبدا تحط بوينتس وتبدا تشوف بعينيك ان ان شاء الله بدات فعلا تتكرر بعد اللي انا قلتها. يعني يعني الكالكوليتر بيساعد حاجه برضو زي الساين والكوساين، ايه الناس يعني اكيد الناس فاكره ان هي الساين والكوساين بتفك ان هي تبقى نص ساين الجامعه زي الساين الطرف. تمام؟ بس الفكره ان انت حتى برضو لو انت مش عارف يعني خلاص حط على الكالكوليتر يا عم ساين 2 باي اوفر 3 اكس كوساين باي اوفر 2 اكس، واعمل ماينس الحاجه اللي انت شاكك فيها اللي هو نص هي ساين طرح ناقص ساين الجمع ولا كانت زائد ولا ايا كان، حطها على الكالكوليتر واحسب عند اكس عند اي رقم، لو هي لو هي اللي انت حاطه صح عند اي اكس الدنيا هتظبط، لو حطه غلط خلاص غير اتاكد الساين انت بتعملها ايه. يعني يعني الناس يعني يعني تعودوا على الكالكوليترات بتاعتكم يا جماعه. طيب ما علينا من النقطه دي، ما علينا. دلوقتي انت احنا دلوقتي الساين اللي هي 2 باي اوفر 3 ان كوسين باي اوفر 2 ان ده احنا فاكرين ان هو نص الايه؟ ساين 7 باي اوفر 6 ان بلس ساين باي اوفر 6 ان. تمام كده؟ تمام. دلوقتي لما جينا نبص على ده لقيت ان ده بيريودك البي بتاعته 12 صح؟ عادي بقى زي ما احنا عارفين قبل كده 2 فوق و2 تحت، او نحسبها بالام اوفر ان او نحسبها باي طريقه عادي مفيش مشكله. ودي برضو نفس الكلام 2 باي اوفر 12 اللي هي باي اوفر 6 كانها 2 باي اوفر 12، فبالتالي ده كده ايه؟ البريدك البريدك والبريدك بتاعته برضو ايه ب 12. تاني ان ب 12 اوميجا نوت بتساوي 2 باي اوفر ان بس 2 باي اوفر 12 اللي هي باي اوفر 6. تمام؟ اكس اوف ان بقى بيساوي كام؟ بيساوي برضو نص في نفتح قوس 1 اوفر 2 جي. تمام؟ هو كان ممكن يعني انا بس نسيت قفلت القوس من هنا، بس يعني قصدي 1 اوفر 2 جي دي موجوده عليهم كلهم، بس انا نسيت فتحت واحد تاني. المهم 1 اوفر 2 جي في الاي باور جي 7 باي اوفر 6 ماينس 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 الجي، ونفس الكلام للاكسبوننشال الثانيه في 1 اوفر 2 جي. نيجي نبص بقى على الكوفيشنز دي كده، ده كده اللي هو ايه، انا اصلا البذره بتاعتي اللي هي الاوميجا نوت باي اوفر 6، فبالتالي ده كده 7 باي على 6 يبقى ده كده ده اللي هو الايه؟ ده اللي هو اي 7، اي 7 ده اللي هو 1 اوفر 4 جي من هنا كده.
والاي ماينس 7 هو الاي 7 كونجكت، وباين من هنا او برضو ممكن تحسب ان هو الكونجكت، وهو هو برضو الاي 5، لان انا لو ماينس 7 دي جمعت عليها 12 هتدي لي ايه؟ اي 5. فالكلام ده بيساوي كام؟ ماينس 1 اوفر 4 جي. اي 1 بقى باين على طول ان هو الواقف جنب الباي اوفر 6 على طول، فبالتالي اي 1 بكام؟ 1 اوفر 4 جي برضو نفس الكلام، والاي ماينس 1 هو الاي 1 كونجكت هو ماينس 1 اوفر 4 جي، واذر اي كيز ايكوال 0 تمام، لان الان ب 12 فهم 12 اي كي، بس انا مش عندي منهم غير اربعه بس. تمام كده؟ حلو قوي. طيب بعد كده عندنا سؤال تاني بيقول برضو ايه، سي بيقول لك ان الاكس اوف ان بيساوي 1 ماينس ساين باي ان اوفر 4، بس الان اكبر من يساوي 0 اصغر من يساوي 3 بس، فبالتالي يعني هي دي البيريود بتاعتي تمام، يعني هي دي المنطقه اللي انا بريدكت فيها، فبالتالي انا حطيت الان فيكتور اهو. طيب انا عندي هنا كده ايه، يعني عندي 0 طبعا كان ده في صفر، فبالتالي ده بواحد، عند ده كان 1 اوفر روت 2 فبقى 1 ماينس اوفر روت 2، هنا كان واحد اللي هي الساين يعني قصدي، فبقى 1 ماينس 1 بقت ب 0. نفس الكلام بعد كده ايه عند الثلاثه هنا، دي كده البيريود بتاعتي تمام، دي كده انا من 0 من هنا يساوي 0 اصغر من يساوي 3، يعني 0 1 2 3. بعد كده 4 بدات اعيد نفسي تاني تمام، فبالتالي يبقى الان بتاعتي هنا كده ايه، الان كابيتال بتاعتي ب 4، فبالتالي الاوميجا نوت ب 2 باي اوفر 4 اللي هي باي اوفر 2، الاي كي 1 اوفر ام في السيجما برضو بيساوي 1 اوفر 4 في 1 بلس 1 ماينس 1 اوفر روت 2 في الاكسبنشال، والزيرو طبعا بزيرو خلاص، وايه 1 ماينس 1 اوفر روت 2 في الاكسبنشال الثانيه. من هنا نبدا نبص على طول برضو ان الاي نود على طول بكام، والاي 1 بكام، والاي 2 بكام، والاي 3 بكام. الاي نود زي ما قلت لك كده، انت ممكن تاخد دولت اللي هم الاول الاربعه دول تقسمهم على اربعه، اللي هو ده زائد ده زائد ده تقسمهم على اربعه، او ان انت تحسبهم من هنا، من انت كنت كيب كام تحط كيب زيرو تمام. هي هي والاي 1 نفس الكلام، هنبص على الكونفشن هتلاقي ان هو ساعتها بقى بربع الاي 1، والاي 2 هتلاقي ان هو ماينس 1 بلس روت 2 على اربعه، والاي 3 هو اي ماينس 1 او الاي 1 كونجكت بربع تمام كده. كلام جميل كلام جميل. طيب نشوف بقى الايه النقطه اللي بعد كده. احنا دلوقتي عندنا السؤال اللي بعد كده بيقول ان الاكس اوف ان بيساوي سيجما من كي ماينس انفينيتي لانفينيتي دلتا وان ماينس 4 كي، كالعاده زي ما قلنا نفس الرقم اللي واقف جنب الفاريبل اللي بره لسه مش اللي هو 4، يبقى انا ابتديت الكابيتال بتاعتي 4، يبقى انا عندي هنا 1 بعد كده 2 يعني 0 0 0 وبعد كده الثاني وهكذا. لان ب 4 الاوميجا نوت ب 2 باي اوفر ان اللي هي باي اوفر 2، الاي كي بار اوفر ان سيجما من ان 0 3 اكس بان اي بار ماينس جي كي اوميجا نوت ان. من هنا استنتجنا ان ايه؟ ما هي خلاص ما بقيت الترمات كلها هو ترم واحد بس الموجود، واحد على اربعه وبقى عندي واحد وخلاص الباقي كله صفر. من هنا استنتجنا ان اي كي باربعه بربع تمام؟ غلطه شائعه، يعني غلطه شائعه بتحصل ان الواحد ممكن يفتكر ان ده كده كانه كوفيشنت واحد ويعتبر ان هو الاي بس ان هو بربع، وينسى ان في برضه اي واحد واي اثنين واي ثلاثه وهكذا. وده غلطه سيئه، لان هي مش بس غلطه رياضه، دي هي غلطه برضه كونسبشوال. ما ينفعش ان انا يكون عندي حاجه في يعني انت ما ينفعش يكون عندك كوفيشنت واحد بس كده هناك في الـ في الـ في الفريكونس دومين اللي هو الاي كي يبقى برقم واحد بس، وانت عندك في التايم دومين في حاجه ما يعني هي عامله منظر اللي هو بتجيب سامبل وبعد كده تقعد شويه وبعد كده تجيب سامبل، فازاي انا في الفريكونس دومين هيكون في حاجه واحده بس بتعبر عن الكلام ازاي؟ يعني لازم يكون في شويه يعني يكون في كذا كوفيشنت يبداوا يعملوا لي منظر ما، بحيث ان هو فعلا يبقى ايه ان دولت ينفع بصوا في التايم دومين ان هم فعلا بيعملوا المنظر ده كده تمام كده؟ قلت لي الاي كي بربع ده ان هو ده معناه ان الاي نود واي 1 واي 2 واي 3 هم كل دول بربع، او ايا كان الاي كيز في المنطقه اللي ناخد فيها الان، يعني المهم ان هي على مجموعه من الانات يكون فيها الايه؟ مجموعه من الانات، يعني ممكن ابص ان الاي نود ده هو كانه برضه اي ماينس 4 واي ماينس 3 واي ماينس 2 واي ماينس 1 كلهم بربع. ما علينا. المهم ان الواي في ان بيساوي كام؟ هو اصلا المساله دي اصلا بتقول ايه؟ السؤال ده كان بيقول ان انا عندي انبوت اللي هو الاكس واي ده كان انبوت للسيستم، بعد كده انا عندي سيستم بيتصرف بطريقه ما اللي هو الاتش يعني، وطلع منها بعد كده اوتبوت اللي هو الواي تمام. الواي في ان بيقول ان هو اللي طلع بيساوي كوساين 5 باي اوفر 2 ان بلس باي اوفر 4 تمام. ده كده اللي هو الان، لو جيت بص على البريدكت بتاعته بكام، هلاقي ان الان بتاعته باربعه. هل دي مفاجاه ان الان بتاعتي باربعه وانا عندي هنا ده باربعه؟ لا طبعا، لان دي دول ال تي اي نيتشر، ده معناه ان السيستم بتاعي لو هو ال تي اي يعني لينير تايم انفاريد، ده كده خلى ان هو لو انا الايب بتاعي بريدكت بتاعته 4 يبقى لازم يكون الاوتبوت بريدكت بتاعته 4 برضه، فهي لو ما كانتش 4 يبقى في مشكله تمام. فبالتالي ده كده بريدكت بتاعته 4 عادي، والاوميجا نوت بتاعته كام؟ 2 باي اوفر ان اللي هي كام؟ باي اوفر 2 يعني. طيب الباي اوفر ان كده ممكن اعبر عنه ان هو كام؟ نص في الاكسبوننشال ده زائد الاكسبوننشال ده، باخد هو الاكسبوننشال واحط جنبه جي والناحيه الثانيه بالماينس في نص برضه. البي كي هو الاي كي في الاتش في اي باور جي كي اوميجا نوت، ده اللي كنا قلناه في اول السكشن، ده اللي هو ان الاوتبوت في الفريكونسي بتاعت الاوتبوت بيساوي، هو ده اصلا جاي من ايه؟ ما هو ده كده ده اللي هو اللي جاي من فكره الكونفليشن في التايم دومين، هو ده هو في الفريكونسي دومين، فهو الانبوت
في الفريكونسي مضروب في التايم اللي هو الترانسفير فانكشن، او يعني اللي هي الامبلس ريسبونس بصص لها في الايه، في الفريكونسي دومين، والكلام ده بيساوي الفريكونسي كومبوننت. وبرده حس ان هو لينير وتايم انفيرنت، فبالتالي الفريكونسي كومبوننت عند الكي اوميجا او يعني عند اوميجا او كي اوميجا نود هي برده الانبوت اللي عند نفس الفريكونسي دي، بس مضروبه في الريسبونس بتاع الفريكونسي عند النقطه. الكلام سيمبل يعني، معادله باي انتويشن. طيب لو جينا بقى نبص على ايه، بي 5 ده هو كام؟ بي 5 ده اللي هو في الاوتبوت، ما احنا معانا الواي ان اي، جيت عبرت عنها ان انا كانت الاوميجا نود بتاعتي باي بار 2، فبالتالي يبقى ده كده ايه، بي 5. بي 5 هو نص ايكوال جي باي بار 4، بيساوي روت 2 روت 2 1 بلس جي. ان اي باور جي باي اوفر 4 دي يعني 1 اوفر ايه، 1 اوفر روت 2 في 1 بلس جي. فده الكلام ده بيساوي ايه؟ برضه ده بيساوي بي 1، لان ده كده ايه؟ لان انا بريدكت الكوبي بتاعتي ايه؟ 4. تمام؟ ماشي. والبي ماينس 5 هي مين؟ هي بي 5 كونجكت برضه. البي ماينس 5 هي بي 5 كونجكت، فاللي هي 1 اوفر 2 روت 2 في 1 ماينس الجي. او كان ممكن برضه ايه؟ يعني نبص عليها من هنا، او ان انا هسيبها ان انا اجيبها من الكونجكيشن. وبالتالي ده بيساوي بي ماينس 1 اللي هي برضه بيساوي البي 3، صح؟ هي ماينس 4 ماينس 5 جمعت عليها 4 بقت ماينس 1، جمعت عليها 4 تاني بقت 3 يعني. تمام. وبقيت لازم اكتب ده من البي 0 ب 0 والبي 2 ب 0، تمام؟ عشان هم اصلا 4 كوفيشنتس، ففي اثنين منهم بصفار، وفي بقى ايه الاثنين التانيين اللي عاشوا اللي هم بي ايه، بي 1 وبي 3. طيب هو البي 1 اصلا بيساوي كام؟ بي 1 هو اي 1 في الاتش في اي باور جي في ال 1 اوميجا نوت، صح؟ فبالتالي الاتش في الاي باور جي 1 اوميجا نوت بيساوي كام؟ بيساوي كذا 2 في 1 بلس. تمام؟ البي نود هو الاي نود في الاتش اي جي نود، فبالتالي كده ده معناه ان ده بزيرو، وده برضه معناه ان ده بزيرو، وده معناه ان الاي ان البي 3 بكام؟ الاي 3 في الاتش ده كده طلعت لها كذا 2 في 1 ماينس. تمام؟ بمعنى اصح انا كان عندي سيستم انا كنت مدخل له الامبلسز دي اللي هي الاربعه دول كده، تمام؟ كان فيهم واحده بس والباقي ثلاثه تانيين بصفار. ده كده لما بصيت في الفريكونسي دومين كان كانه يعني انا كان عندي اربعه فريكونسيز، حاجه دي سي تعبر لي عن الدي سي بتاعهم، تمام؟ وحاجه ليها فريكونسي اوميجا نود، وحاجه 2 اوميجا نود، وحاجه 3 اوميجا نود، تمام؟ انا دخلتهم على سيستم في الاخر ان انا فلتر لي وعدى لي في الاخر فريكونسي واحده بس، تمام؟ او يعني عدى لي اثنين اكشلي، هو عدى لي كده ببصص لي على الايه، معدي الاوميجا نود ومعدي الثلاثه اوميجا نود، تمام؟ هم دول اللي عداهم، وعمل ريجكشن للايه بقى؟ عمل ريجكشن للدي سي، وعمل ريجكشن للايه؟ وعمل ريجكشن للاثنين اوميجا نود، فبالتالي دول كده الاثنين بتصفر، وده اللي خلى في الاخر ان الاوتبوت بقى طالع لي في الاخر ايه؟ الكوساين اللي قدامي كده، تمام؟ حلو. هو في الاخر هو ما عملش يعني، لا هو يعني هتلاقي في الاخر ان هم الاثنين دول كانهم حاجه واحده، هم دول الاثنين اكسبوننتس بتوع الكوساين، وبالتالي بقى ممكن ان احنا نعبر عنها في الاخر بالكوساين، لان هو عدى اثنين اكسبوننشالز، يعني هو الاثنين اكسبوننشالز دول اللي عملوا الايه؟ كونستراكشن للكوساين اللي كانت طالعه في الاخر. تمام كده؟ حلوه. واحده فيهم اللي هي البلس بتاع الاكسبوننشال، واحده فيهم اللي هي الماينس بتاع الاكسبوننشال. تمام. إيه برضو كان منطقي اصلا ان انا الاقي في الاخر ان الاتش بتاع الجي 3 ده كده، هو ان انا كنت منطقي ان انا الاقيه برضو هو الاتش اي ماينس الجي اوميجا نود، صح؟ لان زي ما قلنا ان هو اصلا هو في الاخر هو عدى لي الاوميجا نود، فهو عدى لي الاوميجا نود بالاي بلسها وماينسها، ما دي كده الثلاثه دي هي الماينس بتاعها. تمام. ليه بقى كنت منطقي كده؟ لان اغلب الوقت احنا برضو بنتعامل مع اتش بان هو كمان ريل، فبالتالي اتش بان دي في الاخر حتى لو هي ريسبونس بتاع السيستم يعني، ما هي في الاخر هي سيجنال، صح؟ فبالتالي لو اتش بان ريل فانا متوقع بالتالي ان انا الاقي ان ايه، الاقي ان هي في ايفن في الـ في الـ في الـ يعني مش ايفن، الاقي ان الكونجكيشن برضه شغال عليها عادي، زي ما كنا بنقول ان الايه، ان الاكس اوف ان لو هي اي كي اكس اوف ماينس ان هو الاي كي كونجكت، فبالتالي هنا برضه هنلاقي ان هو الايه، ان حيث ان انا معايا الاتش جي 3 اوميجا نوت اللي هو اتش ماينس جي اوميجا نوت، فبالتالي هيبقى الكونجكت بتاع الايه، جي اوميجا نوت، تمام؟ فبالتالي من هنا كان ممكن اجيب 3 على طول يعني. تمام. خلينا نشوف برضو سؤال تاني. السؤال ده بتاع برضو سؤال فلترز، اسئله فلترز بتبقى مهمه وبتبقى سهله جدا يعني، بصراحه ما بيبقاش فيها اي حاجه، يبقى كل الموضوع انت بس بتشوف الكومبوننتس بتاعتك بتاعت الانبوت، وبالتالي انت بتشوف هي موجوده بس في منطقه الفلتر ولا لا، وعلى هذا الاساس انت بتشوف هي عدت ولا ما عدتش. يعني الجزء ده عامه يعني يا جماعه الحمد لله مش ايه يعني مش صعب قوي يعني. تمام. إيه بس برضه في اخر السكشن هنقول كده العينه من المسائل اللي هي المهمه اللي هي في الاخر بتبقى بتيجي في الفاينل يعني غالبا، وفي عليها لود كبير يعني. تمام. إيه دلوقتي ده كده الاتش اوف اي اي باور جي اوميجا، ده كده دي محور الاوميجا بتاعنا، ودلوقتي احنا عندنا طبعا اخدنا هنا الباي والماينس باي اللي هم الاثنين اصلا حاجه واحده، يعني في الواحده مش واحده الثانيه. يا سيدي الفريكونسي رينج بتاعي يعني
الفلتر بتاعي كده. طبعا الفلتر بيريودك يعني، لو افترضنا جدلا ان الاكسس ده ممتد يعني الحاجه دي على الظهر الثاني بعد كده والناحيه الثانيه نفس الكلام وهكذا يعني. المهم ما علينا. دلوقتي لو انا عندي هنا الاكس بان بيساوي كام؟ ماينس 1 كل باور ان، وهو بيقول لي دلوقتي ان انا عندي سيستم عنده بيهيف كده او فلتر يعني، وانا مدخل عليه انبوت معين فعايز اشوف الاوتبوت هيبقى طالع ازاي. فالاكس بان لو بيساوي ماينس 1 كل باور ان فده بيساوي اي باور جي باي ان، اللي هي اي باور جي 2 باي اوفر 2 ان، تمام؟ فده كده معناه ان الان بكام؟ الان ب2، يبقى الاوميجا نوت ب2 باي اوفر ان اللي هي باي، اللي هي كان ممكن من الاول خالص تشوفها لان هي اي باور جي باي ان، فهي بالتالي هي دي الاوميجا نوت بتاعتي، بس مش مشكله لو واحد برضه شغال سيستماتيك على الدنيا، تمام؟ لو انا دلوقتي عندي الفريكونسي بتاعتي عند الباي، هل ده معناها ان هي هتعدي ولا لا؟ والله نشوف هل الباي موجوده من باي اوفر 3 ل 5 باي اوفر 12؟ لا طبعا، ان الباي ورا يعني. خلاص يبقى ده كده معناه ان هو ايه؟ ان هي بالتالي خلاص يبقى الواي بان بتاعتي بزيرو، ما عرفتش تعدي. يعني دي كده بتعبر لي عن ان السيجنال دي كده الباي دي اللي هي اسرع فريكونسي ممكن تتحرك في الايه؟ في الديسكريت، بالتالي دي كده معناه ان دي كده مدخل حاجه سريعه جدا كديسكريت، والفلتر بتاعي مش معديها لان هو مش بيعدي حاجات سريعه قوي، ومش بيعدي حاجات بطيئه قوي، ولا بيعدي الحاجات الايه؟ السريعه قوي اللي هي المنطقه اللي هنا كده دي هنا كده، تمام؟ لا هو مش بيعمل كده، هو بيعدي بس منطقه في الوسط كده، حاجه زي باند باس فلتر كده، وبالتالي هو ايه؟ ما عداش السيجنال. طيب سيجنال ثاني اكس بان يساوي 1 بلس ساين 3 باي على 8 ان بلس باي على 4. طيب منطقي كده بالفهلاوه من اولها كده، واحد ده اكيد مش هيعدي وش لان انا مش واخد الدي سي، تمام؟ إيه فبالتالي ايه واللي فاضل لي بقى 3 باي على 8 دي، فال 3 باي على 8 دي عايزين نشوف هل هي موجوده في الرينج ده ولا لا، لو موجوده عدت مش موجوده خلاص. 3 باي على 8 هنلاقي ان هي ايه؟ 2 باي على 16 على 3 اللي هي الان في 16 والاوميجا نوت بتاعتها باي على 8. كل ده ما فرقش معايا في حاجه لان هي في الاخر اكشلي هي برضه فكره ساعتها كانت 3 باي على 8، فبالتالي يعني هي يعني إيه 3 باي على 8 هي اللي موجوده، دي الفريكونسي بتاعت السيجنال في الاخر، فهل دي اللي موجوده في الرينج اللي هيعدي ولا لا؟ تمام؟ لو كملنا في السكه دي هنلاقي برضو في الاخر ان في اكسبوننشال معين اللي هو مش واقف عند اللي هو اي 3 واي ماينس 3، هنلاقي ان هم برضو موجودين عند 3 باي على 8 بالاكسبوننشالز اللي هي جايه من هنا عادي جدا، فبالتالي هنلاقيها موجوده في المنطقه دي فهتعدي برضو يعني. قصدي انت مش محتاج ان انت تجيب الكوفيشنتس هنا يعني. فبالتالي ده كده عمل ايه بقى؟ هلاقي ان الاكسبوننشالز بتاعتي عدت، الاي 3 عدى من هنا والاي ماينس 3 عدى من هنا. وبالتالي كده ايه؟ وبالتالي كده انا عملت ايه؟ ان هلاقي ان انا الدي سي بتاعي بلوكت لانه مش موجود هنا. مش حاجه تعديه والاي سي عدى. بالتالي ايه؟ بالتالي ان عشان ال 3 باي اوفر 8 اكبر يعني من الباي اوفر 3 اصغر من 5 باي اوفر 8 اوفر 12، بالتالي يبقى الواي ان هيساوي كام؟ هيساوي ساين 3 باي على 8 ان عادي بلس باي اوفر 4. تمام؟ الاساس بتاعت النقطه دي كانت ليكتشر يعني لو هي الحته بتاعت اللي ازاي ان انا بعدي من الفلتر والكلام ده كله. طيب لو الاكس اوف ان، لو سؤال تاني بيقول لي ايه ده بقى خلصنا النقطه الفلانيه، كان سؤال تاني بيقول لي لو اكس اوف ان بيساوي كوساين 2 باي اوفر 3 ان واي اوف ان بيساوي 0.4 واي اوف ان ماينس 1 بلس 2 اكس اوف ان. ده كده معناه ان الان بتاعتي ب 3 الجزء ده، الاوميجا نوت بتاعتي 2 باي اوفر 3، وبالتالي الاي 1 بتاعت نص والاي ماينس 1 بتاعت نص، هو برضه ايه اللي هو اي 2 يعني، تمام؟ اكس اوف ان يلعب الاي كي واي اوف ان يلعب البي كي. هتلاقي انت كده ممكن تبص على الايكويشن دي ان احنا بنعملها بالسيريز برضه ليه؟ لان هي بريودك، انا مدخل حاجه بريودك في الانبوت وبالتالي الابو بتاعي برضه بريودك، فمن حقي ان انا ممكن ابص للايكويشن دي كفورير سيريز لان انا عارف ان الواي ده بريودك، وعارف ان الواي ان ماينس 1 باي بريودك طبعا لان هو دوبك شيفت فيرجن من ده والاكس ان بتاعي بريودك، فمن حقي ان انا اعمل ايه؟ اخد فورير سيريز الطرفين في الايه؟ للايكويشن دي يعني. تمام؟ فباخذ الفورير سيريز الطرفين هنا هيطلع لي في الاخر ان ايه؟ هتعرف في الاخر ان البي كي من ناحيه الواي ان بيساوي 0.4 اللي هي دي عادي، البي كي هنا اللي هو الراجل اللي هو واي ان ده عادي، بس معمول له التايم شيفت اللي كنا بنقول عليه اللي بيترجم لايه؟ لفيز على طول، اي باور ماينس جي كي اوميجا نوت مضروب في واحد اللي هو العادي ده زائد 2 اي كي عادي اللي هو بتاع الاكس بان. باللم هنلاقي ان البي كي 4 ماينس 0.4 اي باور ماينس جي كي اوميجا نوت، الكلام ده بيساوي 2 اي كي، وبالتالي البي كي بيساوي 2 على 1 ماينس 0.4 اي باور ماينس جي كي اوميجا نوت الاي كي. من هنا اقدر احسب على طول البي 1 والبي ماينس 1 على طول مجرد النسخ، والزاويه اللي هنا دي كده بتدي. طيب نشوف برضو سؤال تاني كده اللي هو ايه اخر سؤال عندنا هنا في الشيت. اكس اوف ان، الاكس اوف ان ده بريودك والبري بتاعته ان، فبالتالي الاي كي برضو بقى بريودك والبري بتاعتها ان. لو انا عايز بقى ابص على الاي، لو انا عايز ابص على يعني عايزين نجيب السيجنالز اللي جايه دي بدلاله الاي كوفيشنز بتاعت الاي كي، يبقى الاكس اوف ان ماينس اكس اوف ان ماينس 1 عايزين نبص عليهم، فهنلاقي ان دول كده ايه؟ اكس اوف ان دي هي اي كي ماينس اكس اوف ان ماينس 1 هي اي كي اي باور ماينس جي كي اوميجا زي اللي فوق، تمام؟ يبقى ده كده اللي هو كانه اي كي 1 ماينس اي باور ماينس جي كي اوميجا نوت، صح؟ تمام.
دي حاجه معروفه ان هي زي ما بنقول كانه زي ديفرنس، يعني دي اصلا حاجه معروفه ده كده كانه ديفرنس. يعني في ناس احنا بتبص على الديريفيتيف في يعني مش يعني بنبص على الديريفيتيف في التايم دومين كانه بنبص اللي هنا الديفرنس يعني، فبالتالي ده كده معروف البتاع ده اللي هو حتى تلاقوه في البروبرتيز في الكتاب يعني. طبعا في برضو يعني في صفحه كده في الريفرنس اللي هو الريفرنس بتاعنا اوبن هايب فيها لها دعوه بالبروبرتيز بتاعت الفي سيز، فطبعا الصفحه دي عن حفظ الظهر القلبي يعني. وبرضه هيبقى في واحدة تانية بعد كده بنشوفها الفري ترانسفورم، فبرضه نفس الكلام عشان لو احتاجنا اي بروبرتي في اي وقت يعني نبقى ايه نبقى عارفينها يعني. الماينس 1 كل باور ان اكس اوف ان، هو بيقول ان از ايفن، نعرف بعد شويه ليه هو قال كده. الماينس 1 كل باور ان اكس اوف ان ده كانه اي باور جي باي ان الاكس اوف ان، صح؟ اللي هي ممكن نبص لها ان هي اي باور جي 2 باي اوفر ان في ان اوفر 2 في الان، اللي هي كانها اي باور جي اوميجا نون في ان اوفر 2 ان، صح؟ كده يبقى انا كاني باصص لها ان انا ايه، كاني ضارب الاكس اوف ان في ايه، طبعا الكلام موجود في اكس اوف ان يعني. كده كاني عامل الفريكونسي، كاني ضارب في اللي هو ضرب زي الضرب في الكوساين والساين اللي بنعمله ده، اللي هو بيعمل شيفتنج في الايه؟ في الفريكونسي كومبوننت، صح؟ يعني اي باور جي باي ان اكس اوف ان دلوقتي كده كانه عايز يشيفت الفريكونسي كومبوننت، صح؟ يبقى اي كي ماينس ان اوفر 2، بس هو بريدكت بان اصلا ده كده كانه شافت الفريكونسي كومبوننتس بنص اللي هم كانوا موجودين عنده. يعني هو حركهم كلهم كده بنص، تمام؟ فده كده ايه، ده كده النقطه اللي هنا دي يعني. ده يمكن ده اكتر سؤال كان يعني، في يمكن في حاجه يعني. وطبعا ان ايفن هنا علشان ده يبقى ان اوفر 2 ده ساعتها يبقى رقم يعني ينفع ايه كمان شيفت هنا لو قلت مش هينفع يعني. طيب two important questions for Fourier series part. في الفري سيريز يعني اسئلتها اللي احنا كنا شايفينها في الشيت دي وكده بتبقى سهله وما فيهاش اي حاجه، بس الحقيقه احيانا بيبقى في برضو ايه يعني، هي يعني الدنيا فيها ما فيهاش مشكله، بس في نوع من نوعين معينين من الاسئله بيجوا غالبا بعد كده في الفاينلز. اولا لما كان بيبقى في جزء الباتر فلاي، فكان الباتر فلاي كان جزء كان بيجي في المنهج، بس انا بيتهيألي الباتر فلاي ما اتشرحش عندكم، لسه هتشك الموضوع ده هشوف الباتر فلاي الدكتور شرحها ولا لا، بس بيتهيألي ما شرحهاش يعني. فالباتر فلاي لو كانت موجوده كانت بتيجي على طول، بس اللي بيجي بقى اكيد برضو ان دايما بيجي مساله بتيجي فزوره، اللي هي فزوره دي اللي هي بيجي سؤال زي ايه، زي اللي بيقول لك ان انا عارف ان الاكس اوف ان اللي هي ايفن، وانا عارف ان هي بيريودك بير بتاعتها مثلا 12، وانا عارف ان مش عارف حاجه كم معلومه كده احطهم لك جنب بعض، ويقول لك في الاخر هات لي بقى الاكس اوف ان ذات نفسها بكام، تمام؟ دي مساله لما بتيجي بيكون عليها لود كبير، لان تقريبا الجزء في الريسيرش كله بيبقى متمركز فيها، فبيبقى عليها درجات كتير، فبالتالي الناس لازم تبقى واخده بالها من الموضوع ده. يعني انا ما لقيتش للاسف في الشيت مسائل كتير، بس بحس ان الوقت مزنوق وكده عايزين نوصل الفري ترانسفورم برضه والزد ترانسفورم، بس بعد كده ان شاء الله لو في وقت يعني ان شاء الله هنبقى نحل مساله برضه كده، لو عرفت يعني نعمل فيديو او حتى لو ورق بس كده نبعته قبل الفاينل يعني، ان شاء الله يكون في مثلا حاجات عن كده يعني. بس النقطه ان هي ان يعني مساله زي دي هتلاقي في كذا واحده زيها موجودين في الريفرنس في اوبنهايم، وبيتهيألي انتوا كلكم برضو معاكم السولوشن مانيوال اصلا، او في جزء كبير منه محلول اللي هو في البيست بروبلمز، ولو هي مش محلوله خلاص ممكن لو في حد عنده مشكله في حاجه ان شاء الله يبعت لنا على المسج يعني. بس غير كده مسائل اللي هي الفوازير اللي زي كده دي بتبقى مهمه، لان دي بتيجي اكيد في الفاينل يعني، تمام؟ وبيبقى عليها لود كبير زي ما قلت. دي حاجه، الحاجه الثانيه برضو في نوع ثاني من المسائل بيبقى مهم، بس ده بيظهر بقى يا اما في الفري سيريز يا اما بيظهر في الفري تيست برضو عادي، ان هو زي اللي الدكتور كان بيعمله في المحاضره كده، اللي هو الايه؟ اللي هو لما بيكون في شويه بيجمع اكسبوننشال فوق على اكسبوننشال تحت، وبيكون كل واحده واخدها على دي اف سمشن اوف جيومتريك سيريز، فده بيقفل في الاخر ان هو ايه السمشن بتاع جيومتريك سيريز ده، بيقفل في الاخر ان هو كسر كده السمشن بتاع جيومتريك سيريز فوق على جيومتريك سيريز تحت، بيقفل في الاخر على انه 1 ماينس اكسبوننشال على 1 ماينس اكسبوننشال. طبعا الاكسبوننشال زي الاثنين مختلفين عن بعض يعني، بس المهم في الاخر ده اللي زي اللي كان الدكتور بيشرحه في المحاضره، اللي هو المساله اللي كان فيها بيريودك في بتاعتها مثلا بخمسه مثلا او ب10، بس فيها مثلا ثلاثه بس اللي بوحايد والباقيين بصفار وهكذا. المهم ان الناس لازم تبقى واخده بالها كويس ان الدكتور ازاي قلب ال 1 ماينس اكسبوننشال على 1 ماينس اكسبوننشال دي لهيئه ساين وكوساين. اللي بيجي برضه في الامتحان بيطلب الموضوع ده، بيقول لي ان هو اكسبريس الحاجه دي على هيئه ساين وكوساين. فالحقيقه ان انت في الموضوع في الحاجه زي كده لو الناس فاكره المحاضره بتاخد ساعتها اي باور نص الكوفيشنت اللي موجود جنب الاي اكسبوننشال ده، بحيث لما تاخده بره يبقى انت عندك اي باور نص الحاجه، يعني مثلا 1 ماينس اي باور اكس، فانت بتاخد اي باور اكس على 2 بره، ويبقى لك اي باور اكس على 2، فيبقى لك اول هو طبعا ماينس يعني، فبالتالي يبقى اي باور ماينس اكس على 2، تمام؟
فتفتح قوس ويبقى لك جوه يبقى ايه انت عايزه في الاخر ده بواحد، يبقى انت عايز حاجه تبقى اي باور تعادل الراجل التاني ده، فبدل ما هو ماينس اكس اوفر 2 يبقى بلس اكس اوفر 2، ده الاولاني. ماينس الثاني يبقى ماينس اكس اوفر 2 برضه، عشان يبقى ماينس اكس اوفر 2 ماينس اكس اوفر 2 جاب ماينس اكس، والاوراني ماينس اكس اوفر 2 بلس اكس اوفر 2 جاب لي ال واحد. الشاهد اسحب نص الاكسبرينشال اللي هو الايه؟ يعني اي باور ماينس نص الاكسبرينشال اللي كان موجود في الايه الثاني. فتلاقي نفسك عرفت تقفلها على هيئه ايه؟ اللي هي حاجه كده زي ما انت شايف، قاسم على 2 جي فوق وقاسم على 2 جي تحت، وتحت هيحصل نفس الكلام برضه، فلاقي ان انا قفلت اللي فوق على ان هي ساين، واللي تحت قفلتها على ان هي ايه؟ ساين برضه. ممكن somehow تلاقي ان في الاخر ان اللي في النص ده بقى بلس، بس في الغالب بيبقى ساين، يعني علشان هي بتيجي من السمشن بتاع الجيومتريك سيريز اللي هو بيبقى بيقفل في الاخر ايه على 1 ماينس ار او كده. بس مش دي النقطه، الشاهد في الكلام ان هو في الاخر ان هي لو ايا كانت ماينس او بلس، المهم في الاخر ان انت تظبط دنيتك على ايه، ان انت في الاخر تعرف تقفلها على ساين وكوساين، ان انت تسحب نص الاكسبوننشال. فدي نقطه مهمه وتريك والدكتور بيجيبها. والنقطه الثانيه برضو اللي هي بتاعت الايه الفزوره اللي زي ما قلنا عليها دي. تمام كده؟ برضه لو كل ما افتكر اي حاجه كده الدكتور يعني بيجيبها ان شاء الله انا هقولها لكم يعني. بس الفكره في ان ايه، ان الناس زي ما يعني الناس المحاضرات بتبقى متسجله وكل حاجه، فتبقى واخده بالها ان زي ما قلت لكم كده ان الدكتور يعني اي حاجه بيقولها بيجيبها في الاخر. تمام كده؟ مش بتبقى صعبه، بس بتبقى بتبقى فكرتها ان انت تبقى بس فاكر هو كان ايه ساعتها في المحاضره يعني، مش اكتر. تمام كده؟ ان شاء الله بما ان السكشن بتاع الفري كلاس برضه على طول كده، ما يتاخرش ان شاء الله مع مين؟ حاول ان شاء الله ربنا يسهل اشوفه كده بكره باذن الله، بما ما يتاخرش يعني. بس بقى مثالي كده، ده كل حاجة يعني السكشن ده إن شاء الله شفته. سلام عليكم.